هنا قلب الرياض بالحب يجمعنا. يا مرحب يا هلا واهلا بزايرنا. هنا قلب الرياض بالحب يجمعنا. يا مرحب يا هلا واهلا بزايرنا. تفاعل غير مسبوق مع حفل الميدل بيست الأكبر بالشرق الأوسط، وعمرو دياب يحيي ليلة جميلة على مسرح أبو بكر سالم. والخبر الأهم، نحتفل بنجاح موسم الرياض وبعشر مليون زائر. كل هذا وأكثر في تخيل. حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من تخيل، ونبدأ مع معالي المستشار تركي آل الشيخ اللي رجع لنا بالسلامة ويقول ألبس البندانة يا وحش وانطلق لأكبر احتفال بالشرق الأوسط الميدل بيست. أنا رجعت اليوم للرياض، قلت من الأشياء اللي أنا أبغى أمرها وأشوفها شركة ميدل بيست وش هذه شركة ميدل بيست وش مسوي. رحت مريت مكانهم من بعيد، أوريكم شيء هذا واقع الآن. طبعاً تشوفون الشغل زي ما تعودنا في موسم الرياض، ومع كل المشاريع اللي قاعدة تصير في المملكة العربية السعودية الآن، سرعة الإنجاز هذا يعني يبيكم تشوفون هالشيء، وبتشوفونه بعد أربع أيام شلون الشركة على كلامها لي إنها حتنهي كل شيء خلال أربع أيام. أبوريكم شيء، قالوا لي في خمس مطاعم عالمية، قالوا لي في أكثر من 60 شيف زي الكشكات كذا عالميين، قالوا لي أكثر من 32 شوب متاجر عالمية، قالوا لي أكثر من 3 حدائق، 40 فعالية مصاحبة. هذه مدينة مصغرة، مدينة انترتينمنت مصغرة. صراحة أنا شفت شيء انبهرت، هذا ما يكفيك حتى 3 أيام اللي تشوفه. بعدين أبغى تخيل 100 دي جي، خمس مسارح، شلون الجو؟ 100 دي جي وفنان عالمي ورابح وراشد وماجد وعمرو دياب وحماي مع هذول ريمكسات، يا شيء ما قد صار ذا في التاريخ. ها اللي مو حاضر شيء زي ذي ما راح يقدر يحصل شيء بكواليتي ذا في اي مكان بالعالم. كان في تفاعل غير مسبوق من المشاهير والفنانين مع هاشتاج البس البندانه وروح يا وحش. خلونا نتابع هذا الفيديو. انتظروني ان شاء الله يوم 19 ديسمبر في حفله الميدل بيست، وراح البس البندانه معك يا ابو ناصر. جو هيد انت، هلبس البندانه وهطلع على حفله الميدل بيست في الرياض. اشوفكم على خير. وانا كمان هلبس الهيد باند وطلع لك ابو ناصر على الميدل بيست. اشوفكم في الرياض ان شاء الله. حكون انا متواجد هناك، يقول ان شاء الله التذاكر حيكون تتضمن بندانه، وانا اعتقد ان شكلي حيصير مره رهيب في البندانه. نشوفكم هناك ان شاء الله بالبندانه. اكثر الاشياء اللي شفناها بالرياض دخلنا التاريخ فيها مع بعض، انها جديده اول مره تصير عندنا بالرياض، بس فعاليه ميدل بيست صدق انت بتدخل التاريخ هنا. كل واحد يجهز البندانه حقته والوعد هناك. أهل الرياض، حدي متشوق أني أشوفكم تاريخ 19-12 في ميدل بيست. راح ألبس البنانة وياكم حق أحلى إيفنت بيصير لأول مرة بالشرق الأوسط. طبعاً ما أحكي لكم أنا ليش لابسة البنانة من الحين، لأن متحمسة للحفلة اللي بتصير الأسبوع الجاي حقت ميدل بيست. لازم تجون، أنا رايحة ما فيها كلام والله. والهضبة عمرو دياب أحيا حفل في قمة البهجة على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد.
قبل ما نختم نشوف ديسكو مصر إيش قدم من متعة صوتية تحمل الذكريات للجماهير في حفل عمرو دياب. هذه كانت تغطيتنا اليوم في برنامج تخيل. ألف مبروك نجاح ووصول الموسم لعشر مليون زائر. نتمنى لكم المتعة بجميع مناطق الموسم المستمرة لشهر يناير ومارس. في أمان الله. هنا قلب الرياض بالحب يجمعنا، يا مرحب يا هلا واهلا بزايرنا. هنا قلب الرياض بالحب يجمعنا، يا مرحب يا هلا واهلا بزايرنا. رياض الفن.